اليوم جات لكم فيديو جديد. الفيديو عبارة عن مشتريات المدرسية. كان المفروض اني انزل هذا الفيديو يوم الاحد، بس بسبب انه انا مرضت فجأة فاضطريت انه اصور هذا الفيديو الان. المهم انا ما اشتريت اغراض كثيرة لانه انا الحين بداية الترم الثاني، يعني تقريبا كملت كل سنة دراسية، بس كثير منكم طلبوا مني انه اسوي هذا الفيديو، حبيت اني اشتري بعض الاغراض واوريكم اياه. فالمهم خلوكم معنا، واللي مو مشترك في قناتي ياريت يشترك الان، ياريت تشاركوني بكومنتاتكم، ياريت تحطوا كمان شيء ثاني انه ياريت تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، بحط لكم الانستغرام هنا والسناب شات هنا، ياريت تتابعوني لاني اعمل فيه فعاليات كثيره بالذات في الانستغرام. السناب شات مقصره فيه بس بحاول من الحين انه اسوي فيه فعاليات، فخلوكم معنا في الفيديو وان شاء الله تستمتعوا فيه. هذا شكل شنطتي، حبيت هذه السنة تكون شنطتي وردية. طبعا انا مرة ما احب الوردي كثير، بس انه حبيت انه اعمل تغيير ويكون حياتي كلها بالوان. هذا شكل الشنطة، مرة كبيرة على فكرة، وداخلها الاغراض. في جيب هنا وجيب هنا، مرة شكله حلو. وهذا الجيب، وهنا جيب، كمان جيب داخلي هنا، هذا هو، كمان جيب داخلي هنا، هذا المكان. هذا هو شكل الشنطة، ايش رايكم فيها؟ مرة كبيرة عشان اكون احط فيها كل الاغراض حقت المدرسة بالذات، انه انا اشيل فيها اغراض كبيرة، فانا احب الشنطة الكبيرة مرة. شوية متعبة بس أنا مرة أحبها. الحين راح أوريكم الدفاتر. طبعاً ما جبت دفاتر كثيرة، جبت هذا الدفتر الصغير عشان بس أحط فيه الملاحظات أو شيء مهم يعني، أو أي حاجة استفدت منه من الحصص، أو بالبيو. البالبيو مش عارفة كيف تقولوه بالعربي، يمكن محاضرة، يعني تقول فيه تتكلمي عن حاجة سويتيها يعني. هذا كمان الدفتر أكتب فيه كل الواجبات وكل شيء، بما إنه إحنا في مدرستنا ما نكتب كثير، بس يدوبك أوراق ونحط أوراق وبس، يعني ناخد أوراق ونكتب كثير. ما في مكان بس مدرسة كبيرة، مو كل المدارس كبيرة، بس مدرستنا كمان خاصة للأوراق. يعني أنا قلت لهم إنه أنا محتاجة لهذه الأشياء، ما اشتريت أغراض كثيرة عشان ما أبدل، إنه بالنهاية أنا ما بستعملها كلها، فاشتريت هذا عشان مرة كيوت، شكله حلو، لونه حلو، رغم إني أنا ما أحب اللون الوردي مرة، بس أحبه بس مو مرة، فاخترت هذا الشكل عشان يكون مناسب للشنطة والمناسب. في أكثر من خانة، وفي هنا سحاب محطوط في الوسط. السحاب هذا لما تحط الأوراق تحط كل شيء تقفل عليه ويكون عامل لك زي الدفتر، فمرة حلو حبيت. والآن وقت الأقلام، شوفوا اشتريت هذا القلم، ألوانه مرة حلو، ألوان حبر، قلم حبر ألوانه مرة حلو وحبيته مرة كذا، ألوان زاهية. وهذا هو قلم ضغط، اللي هو قلم الرصاص، بس انا ما اشتريت قلم رصاص عشان انا ما احب القلم الرصاص، احب هذه الالوان الاقلام، فاللون مره حلو وردي طبعا. واشتريت هذه الالوان من الاقلام حبر، هذه كانت الوان بس اسود وازرق اللي قبله يعني، فهذه بس الملونه، اقلام ملونه حبر. وهذا القلم للتخطيط، يعني لو في شيء مهم في الكتب او مواضيع مهمه او رؤوس اقلام اخطط فيه. ما اشتريت اقلام كثيره، ما حاولت انه افك بنفس الحاجات. الحين بوريكم، اشتريت مقص، رغم انه احنا ما نحتاج المقص مره كثير في المدرسه، لان المدرسه هي اللي تعطينا الالوان والمقاصات وتعطينا الادوات المدرسيه تقريبا، ما تعطينا احنا، بس نستعملها في وقت الحصص وكذا، وقت الرسم وزي كذا. فاشتريت مقص، فبعض الأحيان ممكن أحتاجه يعني، فاشتريت هذا المقص باللون الوردي وإن شاء الله يكون عجبكم. وهذا الطمس عشان
بس حقتنا طمس يعني غير عن الطمس حقت البقية الدول يعني العربية مدري انه عادة كنت متعودة على انه يكون الطمس زي المناكير تنشال كذا وتنتظر يجي، هذا عامل زي اللاصق، فهو ايش عامل زي اللاصق تقوم تحطيه كذا وينزل زي العجلة ويقوم تكتبي عليه مباشرة يعني ما تنتظري حتى انه يجف، فمرة حلو هذا الطمس، فاحنا نستخدمه حتى في الامتحانات يعني لو كتبنا اجابات خاطئة نستخدمه. وهذا كمان للملاحظات، احط فيه اي شيء ملاحظة ولا رسالة او اي حاجة حابة اسويه، فاخترت هذا هو بشكل سيارة مرة وردي حلو ولونه زاهي فحبيت هذا الشكل. شوفكم الحين وصلت لأهم الجزء اللي هو شنطة الميك اب او الحاجات الخاصة. طبعا هذا ما اشتريته، جتني هدية لما اشتريت ميك اب من محل فاعطاني هذه هدية كذا مجانا، فهذا هو اهم شيء مشاط حقتي استخدمه دائما بالذات لما اكون اسوي نفسي. وهنا موجود الليب باب اللي هو المرطب بس بنكهة الكرز، وهنا موجود اللصق الخاصة للجروح مرة اشكالها حلوة والوانها، فانا لما اتجرح اقوم اعمل لصق وخلاص. هذه هي من شخصيات الكاكاو توب، ما اعرف اذا انتم تعرفوه ولا لا، مرة مشهورة شخصية الكاكاو توب في كوريا، فعشان كده يجيبوا اغلبية الشغلات زي كاكاو توب. وهذه ما ادري لو انتم تعرفوا ولا شيء، بس انه هذه بودرة خاصة للعرق يعني للوجه، لو وجهك عرق او كذا للدهون تعمليه او لشعرك حتى عشان ما يطلع له ريحة فتسويه مرة حلو، فاخترت هذه. وهذه ماسك للانف، طبعا هذا مش الاساس بس انا استخدمه قبل ما اروح المدرسة الصباح للانف، يشيل العلامات السوداء ايش يسموه الحبوب السوداء الرؤوس السوداء على الانف، فهذا هو شكله مرة حلو ويشيل كل الرؤوس السوداء حتى رخيص يعني. وهذه انا عشان بعض الاحيان امل من شكل شعري فعشان كذا احب انه الف شعري كذا، اشتريت رباطتين خاصة للشعر الف شعري اي شكل وكذا، فاخترت هذا اللونين اللون الوردي والاخضر واشكال الايس كريم والدبدوب، هي تبع تقريبا نفس الفكرة هذيك حقت الايس كريم. واشتريت كريم هاند كريم عشان جفاف اليد وكذا، مرة ريحة حلوة وحبيته. وهذا اللوشن الخاص حقتي، طبعا انا سويته بيدي، هو عندي كبير منه، فاخذت حقة العلاجات حقة اخويا علب العلاجات وغسلته ورحت حطيته بهذا الشكل عشان يكون مرة شكله صغير وكيوت واستفيد منه، بالنهاية بيرتمي اصلا فاخذته العلبة. وهنا هذه عبارة عن كوان صغيرة احطه بشعري لما يكون مش مضبوط شيء او غرة او عندنا مناسبة في المدرسة حابين نسوي نجهز نفسنا بسرعة، فاخذ هدية مرة صغيرة وبسيطة واقدر استعملها في كل يوم. وهنا في الماسكارات المفضلة اللي هي من مايبلين، قطعت اللي هي من مايبلين مرة احب هذه الماسكارة. وهنا في القطر العين دايما استعمله مرة يعطيلك نكيم شوانة او يعني يعطيلك نكيم مريح شعور مريح. وهذا المقشر حقتي من إيرف مقشر الشفايف، وهذا التنت اللي انا مرة احب استخدمهم فمرة استعملهم بقوة، هذه مرة لونها خفيف وهذه شوية فاقة بس استعملهم مع بعض بيطلع لي لون مرة حلو. وهنا هذه اللي هي هايلايت فانا استخدمها بعض الاحيان يعني مو مره اساس فيها. جانا للزينه او الشغلات اللي البنت تحب تحطه في شنطتها تقريبا، هذا طبعا اختي سوتها لي، فهو عامل زي الدبدوب تحطيه على الجوال او على حتى الشنطه تحطيه مره شكله كيوت. وهذا اشتريته بشكل الايس كريم عشان احطه على الشنطة عشان يفتح للنفس يعني يكون شكله مرة كيوت، شوفوا شكل الايس كريم مرة كيوت حبيت الشكل فكمان مناسب للالوان. وهذه اشكال الاكل لانه انا احب الاكل اشتريته عشان
انا مرة عشق الاكل فاحطه في ماستي للتزيين عشان كمان يفتح نفسي للدراسة. فاتخيل هذا هو ممكن واحد يشتريه ويستعمله فوق الماسة يحطه ويكون يطالع له وكذا مرة شكله فيه. وهذه بفترة الحر تستخدميه يبرد لك يدك. هو ايس هاند ايس بيك، يعني معناته انه هو التبريد، يعني مرة يعطيلك بتبريد ليدك لو انت حرانة ولا حتى جسمك تحطيه كذا مرة يعطيلك تبريد بالذات في فصل الصيف. وهذا ايش اسمه شنطة الكروت حقتي، طبعا هي قديمة صار لها معي 3 سنوات، فانا احبه عشان انا اعلقه بهذا الشكل بالذات لما اطلع الباص ما احتاج وقت، على طول بس اضغط واخلص شنطة الكروت وكذا فاحطه فيه الكرت. بس انا اقول لكم انه هذا ما هو مفروض يكون من الادوات المدرسية بس حبيت انه احطيه للاضافة. وهذه المحفظة مرة كيوت بنفس الوقت تعلقيه على الشنطة وبنفس الوقت ممكن تحط فيه كروت عشان تحطي للباص وزي كذا الكروت الخاصة، او لو تبغي تشتري شيء من هذا تحطي الكرت حقة البنك حقتك وزي كذا وتشتري عادي من اي مكان. فايش رايك بهذا هو؟ وهذا اشتريته عشان اغسل اسناني بعد الغداء في المدرسة. طبعا اغلبية يومنا في المدرسة لين الليل، فعشان كذا احنا دايما نحتاجه في الصباح. بعض الاحيان لو ما لحقت اغسل اسناني في الصباح فاروح المدرسة ممكن اغسل اسناني، او حتى لو حبيت اغسل اسناني ممكن في الظهر بعد الغداء كلنا نغسل اسناننا ولازم هذا الشيء اساسي في المدرسة عندنا. وهذا هو مقلميتي، حبيت انه يكون شكل موزة لاني قلت لكم اني احب اشكال الاكل في الادوات المدرسية مرة شكلها كيوت وانا مرة احبه فحبيت هذا الشكل. كان مفروض يكون وردي بس خلاص الموزة لونها اصفر كيف يكون وردي. وهذا هو مولتيشو. المولتيشو عبارة عن ايش كيف تقولوه بالعربي، الفاينات المبللة، صراحة ما اعرف اشرح كويس، بس الفاينات المبللة او المناديل المبللة. طبعا لو اتوسخ علي شيء ملابسي او حبيت اني امسح الميك اب حبيت اعمل شيء احتاج هذا مرة 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 احتاجه، فعشان كذا جبته. هذا عبارة عن معطر للملابس بريحة البوكسوناء، راح احط لكم الصورة هنا. اذا ما تعرفوا البوكسوناء عبارة عن فاكهة كذا تكون بالصيف في كوريا مرة مشهورة، مرة احب ريحتها خفيفة ومرة ريحتها تجنن. مرة هذه الفاكهة مشهورة في كوريا، ما ادري دخلت كمان ريحتها مرة تجنن. فهذه هي تستخدم للملابس وكمان بنفس الوقت ما تضايق الكوريين، لان الكوريين ما يحبوا العطورات وكذا، مرة مفضلة عند الكوريين. حتى الكوريين يستخدموها بشكل كثير، تعطيك ريحة حلوة يعني تخلي جسمك كذا منعش وريحتك حلوة، يستعملوا كل البنات تقريبا. الحين وصلنا لأهم جزء عندي أو أهم شيء عندي في المدرسة وهذا الشيء مهم. هذه هي المخدة حقتي المفضلة، مرة ناعم كيوت اشتريتها عشان شكلها عاجبني برضو، هي عاملة زي البروكلي. أنا قلت لكم إني أحب الحاجات اللي هي عبارة عن أكل كذا وأشكالها مرة كيوت وناعمة، فعشان كذا في فترة الراحة في المدرسة أنام فيه فأرتاح عليها وكذا. كثير مننا من أصحابي يحبوا هذه الأشكال وهذه الشغلات ويجيبوا هذا الشيء أساسي في المدرسة. المخدات هذه عندنا شيء أساسي عشان إحنا أغلبية وقتنا في المدرسة فنرجع الليل في البيت، فعشان كذا هذه كمان البطانية الخاصة حقتي الحين هي ملفوفة، ما أدري إذا أوريكم شكلها أو لا، استنوا. ارتبطت كويس ارتبطت مرة، هذه هي مرة مو كبيرة صغيرة بس انه انا اتدفى فيها في فترة الشتاء ولهذا، وبنفس الوقت عشان تنورتي صغيرة اغطي نفسي كذا بهذا الشكل. طبعا انا اليوم جات لكم بالزي عشان انا الحين رايحة للمدرسة فانا مصورة هذا الفيديو قبل المدرسة. والحين اهم شيء عشان بالنسبة لنا البواتي مرة
يعني تطلع ريحة بالذات فصل الصيف، يعني تطلع لما تقعد تمشي عليها وكذا تطلع للشرابات ريحة وكذا. فأخذت هذا عشان أمشي فيه في المدرسة براحة. طبعا في بعض المدارس ممنوع تلبسي الأبواتي وتحطيه وتلبسي تأخذ معك زي كذا شباشب. في فترة المتوسطة كنت معايا زي كذا، بس فترة الثانوية عادي. بس أهم شيء إنه في وقت الرياضة ما تلبسي هذا الشيء، تأخذ البوت حقتك أو الجزمة. وصلنا لنهاية المقطع، وإن شاء الله يكون عجبكم المقطع وعجبكم الفيديوهات وعجبكم طريقة الشرح. أعتذر على بعض طريقة الكلام، إنه أنا نسيت كثير من العربي، فأحاول مع فترة وفترة إنه أتكلم عربي كويس، فمعليش سوري. المهم اللي مو مشترك في القناة ياريت يشترك الآن، وياريت لا تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي لأني أنا أتفاعل فيه، بالذات الانستغرام مرة أعمل في تفاعلات وأسأل الناس وأنزل ستوري كثير، وأحط لكم الانستغرام هنا، فياريت تروح تتابعوني عليه. وأحبكم مرة، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله تتفوقوا أكثر وأكثر في السنة الجاية، هذه السنة اللي أنتوا داخلينها، وإن شاء الله برضو كمان تعجبكم الأغراض المدرسية اللي أنتوا راح تشتروها. فكروا 1000 مرة قبل ما تشتروا حاجات بس بلا هدف، اشتروها بالطريقة لها هدف. طبعا أنا هذه كلها مرة أحتاجها واستفيد منها، فكل واحدة تعمل هذا الشيء. بالذات أنا قلت لكم في العطر البوكس، أنا اشتروا لكم، حاولوا أنكم تشتروا لكم عطر خفيف يكون بريحة الفواكه عشان تستعملوه مرة منعش لكم، وبنفس الوقت ما يكون ريحته مرة قوية. فأحبكم مرة، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وأحبكم مرة، شاركوني بكومنتاتكم. باي.